معترك عمليات الفريق الضيف. تعددت المحاولات وتنوعت أسلحة التهديد، قابلها تواضع بين في الرد الودادي الذي غابت عن هجماته الفاعلية المطلوبة. إصرار الفتحيين على زيارة شباك المياغري سيفلح بعد تنفيذ ضربة زاوية أنهتها رأسية رضوان سعدان، معلنة أول أهداف المباراة دقيقتين قبل نهاية الشوط الأول. جولة المدربين بين الإطارين جمال السلامي وبدو الزكي تميزت بلاعب واقعي لعناصر الفتح من أجل تأمين النتيجة ولملل البحث عن هدف ثان. بحث دفع عبد الرحيم بن كجان إلى اقتراف خطأ قاتل لا يمكن إلا أن ينتهي على الشاكلة الآتية: ضربة جزاء، ومراد باطنا يوسع الفارق إلى هدفين. بعد الأخطاء الفردية وبعد عدم التركيز بالأخص في الضربة الثابتة هي اللي كلفتنا إصابة في واحد الوقت اللي هو مهم في الشوط الأول. حاولنا نرجعوا في الشوط الثاني وخدنا المباراة في الشوط الثاني وخدنا لابوزيسيون دو بالو اللي كنخلقوا فرص. إلا كتجي ضربة جزاء ضد مجال اللاعب اللي شوية نقدر نقول بحال لقطات المباراة. رغم ذلك بقينا مأمنين بالحدود تاعنا، شفنا إصابة ديال الشرف وبخير من الحد كنا ندوا إصابة ديال التعادل. تحرك لاعب الوداد لم يفي بالغرض، ولم تسعفهم الدقائق الأخيرة إلا في إدراك هدف وحيد بعد ضربة زاوية حولها الزاوي لتصل البديل عمر رجدي محرزا هدفا يتيما للوداد. أهم شيء بالنسبة لنا اليوم هو ثلاثة النقاط. تنظن بأن باش تجري مباراة في كرة القدم في أرضية بحال هذه ما يمكنش، ولكن الإصرار ديال اللاعبين القتالية ديالهم خلاتنا ننتصروا. تنظن بأن المباراة ما كانتش سهلة، ولكن استفدنا من الفرص اللي جاونا. فريق الوداد تنظن ما جاوش فرص كثيرة، ولكن كنا محتاطين منه. بطبيعة الحال هذا الفوز غادي يعطينا واحد الشحنة إضافية، غادي نمشيو لمباراة الحسيمة عازمي باش نحققوا واحد النتيجة إيجابية اللي نكونفيرميو هذه النتيجة اللي درنا اليوم إن شاء الله. الفوز الثاني للفتح منذ انطلاق الدوري رفع رصيده إلى 9 نقاط مقابل أول كبوة للوداد بعد سلسلة من النتائج الإيجابية جعلت رصيده يتجمد عند النقطة 15 والصف الرابع. وغدا تتواصل